لازم نروح معاكم لأهم العناوين. الأهلي يعلن التشكيل الجديد لقطاع الكرة. مارتين لاسارتي مدير فني، عبد الحفيظ مدير للكرة، ويوسف مدرب عام. مؤتمر صحفي غدا للإعلان عن المدير الفني الجديد. الأهلي يختتم تدريباته اليوم استعدادا للنجوم. فتح باب الحجز لتذاكر اللقاء والأهلي ينتظر جماهيره. الأنغولي جيرالدو ينضم للأهلي 4 مواسم ونصف. ومحمد صلاح يقود ليفربول اليوم أمام مانشستر يونايتد.